السلام عليكم الاخوه الكرام. في هذا الفيديو ان شاء الله نتكلموا على انتاج هجين ليكون ما بين طائر الخضري وما بين طائر الكناري كيف ما تشاهدوا في هذا الفيديو. فشنو هي الطريقه اللي قمنا بها على اساس نحصلوا على الهجين وتكون العمليه بنجاح؟ انا اول مره اقوم بانتاج هجين ما بين طائر كناري وما بين طائر من صنف الحساسين كيف ما بغى يكون، لا النينو ولا الحسون العادي الباربا ولا طائر الخضر. فاشنو درنا في هذه الحاله؟ خدينا طائر نتاع الخضري من معش واختارينا على اساس يكون ذكر، راك يمكن تميز الذكر من الانثى في العش، يعني من يكونوا عندهم 8 ايام ولا عندهم اقل 7 ايام ممكن انك تميز الذكر من الانثى. والحمد لله نجح لينا اننا لقيناه ذكر فعلا وخديناه كبرناه مع طيور الكناري. وفاش كبر مع طيور الكناري طلع موالف معهم، يعني ما كيكونش واحد الشجره كثيره ما بيناتهم. فهاد الانثى ديال الكناري حاولنا اننا ننتج واحد الانثى ديال الكناري اللي تكون كبيره في الحجم. خدينا انثى كناري اللي تكون في لون مزلج ولا الكرغلي، وحاولنا اننا نخلطوها مع ذكر ريسيسيف اللي من حجم ديالو كبير، وعطاتنا هاد الانثى اللي ما بين البيسكوي وما بين الاصفر اللي هي في الحجم كبير، وكبروا مجموعين هما وهاد الطائر الخضري تقريبا في نفس القفص او جيران مع بعضهم. من يوصل موسم التزاوج حاولنا اننا نكوبليو ما بين هاد الازواج، يعني اختارينا هاد الذكر واختارينا هاد الانثى ودرناهم في قفص سيباراسيون. وغادي نهضروا كيفاش درنا لهذا التزاوج. على العموم في الشهر الاول ما كانش هناك ملامسات على التزاوج، نظرا للطريقه اللي كيتزاوج بها طائر الخضري ماشي بحال الطريقه اللي كيتزاوج بها طائر الكناري، يعني هو كيبغي انه يتشجر، انه كيدير واحد الحركات اللي كيوهم الانثى انها تحاول الشجره معه، وبالتالي التزاوج الاول ما تمش بنجاح. فاشنو قمنا بهذه الحاله؟ خدينا صغار نتاع او بيض ملقح تاع انثى اخرى وضعنا لها الانثى، وتم هذا الزوج اللي ما بين طائر الخضري وما بين انثى الكناري، هما بجوج اللي قاموا باطعام هاد الفراخ نتاع الكناري وكبروهم ما بيناتهم، وبالتالي تمت الالفه ما بين هاد الزوجين. العش الثاني اللي تم بيناتهم انذر حتى هو خاوي، وقمنا بتنحيه البيض، ومن بعد خليناهم يتزاوجوا من جديد اللي هو هاد العش اللي كتشوفوا دابا في القفص. فالحمد لله كاين 5 البيضات منهم 4 ملقحه، واتمنى ان تتم العمليه بنجاح ما بين لانتاج هذا الهجين ونشوفوا كيفاش غادي يكون. ففي رايكم الشخصي كيفاش غادي يكون اللون تاع هذا الهجين اللي تم ما بين هالطائر الخضري وما بين هالطائر الكناري اللي كاين في هذا اللون؟ فما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم والله يوفق.